على مواقع التواصل الاجتماعي برضو كان في انتشار رهيب لصورة راجل ومراته في سجن أسيوط العمومي، بينهم مأذون بعقد قرنهم. الكلام اللي انتشر هو ان الاثنين متهمين في قتل زوج السيدة ومحكوم عليهم بالمؤبد بعد علاقة غير شرعية بينهم، وبعدين اتجوزوا بعد التخلص من الزوج. مصدر مسؤول في سجن أسيوط العمومي نفى كل الكلام ده وأكد أن الزوجين بيقضوا عقوبة السجن في قضية تبديد ولبس وليس قضية جناية قتل، وأنهم في الأصل زوجين انفصلوا بالطلاق قبل السجن، ورغب الزوج رد مراته مرة تانية ووافقت مصلحة السجون في وزارة الداخلية على إتمام هذا الزواج.